قبيل كتبنا لكم على عنها مدرسة أسامة، وعقبت اليوم أجبرنا الأسرة. هذه خالة حالا اللي تتكلم معكم لتعطيكم ملابسات القضية، ورعينا حالا مع الأسرة، أسرة المختطفة. السلام عليكم ورحمة الله. يا كل بأس، أنا هذه خالتها ومربيتها، ولا قط مرقت عين، ولا عنده مشكلة. تشيرت أخلاقة خيوها لها، عندها 11 سنة، ما فهمتها 12 سنة، وخلاقة 2005 هذه من أيتها، ولا خالص لا تمت هناتيها دار تعود التاسعة والنص العاشرة، إلين جات هذيك المكالمة اللي حال الله بيني معها. ما أنا أعرف، أنا ماني معاهم، أنا حقني ذاكين اللي خلط. دخلت عليها أختها تتكلم، جات شاكطة منها، كانت تعيط لها ما تكلمت لها، جات شاكطة منها تلفو ولا التفت، ما رد هذاك لا خالص، وتو تمت ماشي ذاك التلفن عليها، قام تو وعدته ما عرفنا هو شنو. المهم عنا بطينا له، لا بقات مبدية ما دخلنا له، لا بقى بريدة ما قسنا، ولا بقات كوميسارية، ولا شي ما جينا، ولا رينا شي سوى شنو، ما رينا حول ولا قوة. تمينا بأثناء الترواد لنا جاتنا مكالمة، تلفونها خلاتها، جاتنا ذيك المكالمة. اعطيني ميكروفون بينك تي معاك. هذه اخت البون خالتها، تبان مسكينه ما قدرت تاثرت شويه، مزرت عليها صدمه. لان نطول الميكرو لاختها دارك اللي تتواصل لكم. السلام عليكم. فذنا بحثنا عنها تقريبا من فات عاد الوحدة ولا لا، كتبني اتصل علينا رقم وقال انه مردة، ما فهمنا هي شنو، قال انه كريت عليا باب داري ولا شي، قلت رققت انا الصوت وعدلت اني لا نفس الشخص انها هي، وقلت اني راعي حاني عند الدايسة. توجانا مول الرقم وتوجينا اولا قاعد بصدق هي خاط من عند لون دار، وكنت لا تقول انه تقول ان هي منين، قال انا مسوي ما انا متهم لك بخطفها ولا شيء، لان ذاك قلنا هي منين، قال ان انا جايك وما ضحك. اتصلنا الوحده تقريبا قال ان اولا انه هو شاف اجبرها يامس، منين اجبرها يامس انه طاها طاته رقمها دحمي صار، قال ما في الوقت ما وضاح لنا، وقال انه هو قاع مره ما قط سمع عنها خبر ولا قط راه سابق البارح ويتر تلفنت لقات ذاك ما هو فلان، قال له ماني فلان يا قار نعود لك فلان. وقال ومولي قول اخر انه هو كان راقد من قرداره، انه نقصناه انه قاعد تاكي في قرداره مع عياله، والله عياله ما اعرف ولا شيء. وقال مولي قول اخر هو نفس الشخص اللي يقير يقير في اقواله، قال انه على انه كان شارع مسعود، عتلي العشاء في شارع مسعود، وانه ترمي في ذيك المرأة الدار تستنجد به، وانه جايها وقام جايها وتو الاخبار تنصت عنا وتو على ما رينا شي واضح اللي هي وضحنا منو حقا عجينا. اولا ما انا جاي بالاتهام جاي لا ندار نعرف تو يقع منين، لا اقول قول ندار ويقولوا انه هو منين. والله ما عندنا البارح اتصل بكم الخط، البارح اتصل بنا الخط.